قومي وساوي لي قهوة. مو شايف الشغل اللي بإيدي؟ أعمل لك قومي وساوي لي، راسي عم يوجعني كتير. تعرف شو يا بدري، ما رح أدعي عليك هلأ، لأنه كل مرة بدعي عليك بترجع الدعوات علي. الله ياخدني ويريحني منك. من لما تزوجتك ما شفت الخير، روحي ساوي قهوة. لوين رايحة؟ عندي مقابلة عمل. ايه، كل يوم بتلبسي وبتزبطي حالك على آخر طرزو على أساس مقابلة عمل. مفكرتيني ما بعرف شو عم تساوي؟ والله إذا بتنزعي اللي سمعتي بالحارة أقسم بالله لحتى علقك بنص الساحة. شو يلي بتعرفه بابا؟ هات لنشوف، احكي لي شو يلي بتعرفه. لو قلت لك أنا شو يلي بعرفه عنك ما كنت هلا واقف قدامي. لو إنك رجال كان عندك ضمير وكرامة. يلا حبيبتي، يلا روحي، هلا تتأخري. يلا مع السلامة، الله يوفقك يا بنتي. شو قصدك إنه إذا كان عندي ضمير وكلامة يا بنت الكلب؟ شو قصدك؟ شو هالوقاحة اللي عم تحكي فيها؟ ما تبكي أمي، ما حدا بيستاهل دموعك، ما تبكي، كله رح ينحل. راسي ولك بنت أمّا. حبيبتي انت روحي، انا بدي فوت على المعهد، صلي زمان ما حضرت دروسي، كمان لانه شافتنا اختي مبارح. بكره اذا رسبت والله ما رح اخلص من لسان اهلي، اصلا ما ضل شي للامتحان تبعنا. والله فكرتك اقرب رفيقه الي، عطول بتتركيني وبتروحي، خليني روح شوف رفيقه جديده الي احسن. لو انه جاد جايه لحاله كنا قلنا، بس هالمره جايب معه رفيقه تيمور. لو تشوفي تيمور قديش حلو، متاكده انك رح تندمي. وبلكي اتصلوا باهالينا. اوه لك شو قصتك انت يا بنت، اهلي مو مفكرين فيني اصلا، ما بهمهم اذا اجيت على المعهد ولا اخذت دروس. ايه شو هالقميص الحلو، شو الماركه تبعه؟ هي امي مساويته. اه ذكرتيني، صحي ايمت رح روحه محل امك؟ مو وعدتيني تاخديني عليه؟ لا مو هلا. باخدك بس نخلص نقل على المحل الجديد، كرمال تشوفي البضاعه. اكيد باخدك. ايه لانه صار عندي فضول. شو اخبارك يا حلوه؟ كالعاده طالعه قمر. اقل منا، بروح نص يوم يا، وانا عم جهز حالي كرمالك. محسوبك تيمور. بسمه انبسطت بمعرفتك. ايه بس لسه بكير. شو هو البكير؟ قصدي يعني ما قلت اللي لي فورا انبسطت بمعرفتك، لسه كتير رح تنبسطي فيني. تيمور ما تبلش من اول شيء مزح معها، هلا بتخجلها للبنت. وانا جاد، لميس حكت لي كتير عنك. يلا يا بنات، يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة، يلا اطلعوا. لوين بدكن نروح؟ نحن جوعانين، خلينا نروح على طيب مطعم. يلا نطلع. تمام. عطيته ياهن؟ ايه عطيته، الحمد لله دفعنا الأجار وأخيرا. ايه يلا ارجع على شغلك لشوف. معلم شكرا كتير لإلك. لا خلصنا، يكفي تشكرني، بالأخير انت عم تشتغل عندي وهذا راتبك. انا مليت، بدي روح على القهوة شوي، اذا صار شي فورا خبرني. تمام معلم، يلا مع السلامة، الله يقويك. الله يسلمك. قديش كان الرقم؟ ها مصطفى، أنا نضال. ليك شو؟ أنت مجهول؟ تعال لعندي شوي خلينا نحكي. ها؟ تمام، يلا بعد نص ساعة بشوفك لك. يلا باي.
هلال معلش تجي لعندي شوي. تفضل سيد نضال. هلال أنا بدي أطلع بعد شي ساعة برجع. تمام. إذا صار أي شي بس اتصلي فيني. ليكو إجا واحد رابع كرمال ننام، خليكن هادين يا رجال. وين غاطت كل هاد اشتئنالك؟ يعني واحد مثلي وين بده يكون غاطت غير بالمشاكل؟ روق، على شو كل هالقد معصب؟ إن شاء الله بس ما تطلع هلأ كل فشة تخلقوا فينا نحنا. أكيد رح فش خليه باللي بيخربط باللعب، يلي ما بيعرف يلعب ما في داعي يقعد. إيه عصبي؟ طبعا عصبي، مو عاجبك؟ انا بعتذر على السؤال، بس شو صار عم تحاكينا من راس انفك؟ من لما في ولا الظهر ولا المساء كمان مستحيل يسكتوا. عندي بالبيت مرة ما في اطول من لسانها. مو معقول يا صدق اختي خيريه. وليش مستغرب يعني؟ ليه؟ لا بس يعني نحن بنعرفها ما بتحكي كتير. ومن وين يعني انت بتعرف؟ كل واجبات الزواج ما بتساوي منا شي، بس شاطرة ضلها بتطلع ضجة بالماكينة تبعها وبس خلصت تنخر راسي، وكمان خلت الأولاد يصيروا بصفة. طول بالك ولك فيك حالك بزان، لك أصلا انت بزان. انتبه لكلامك يا عبد الله، فهمت؟ لك ولك وشك بيقطع الرزق، حتى مالي نفس ابزو عليه. طيب بنص القهوة بين رجال قاعد عم تحكي عن مرتك ولادك يا قليل الحياة، وعادت حالك رجال. خلص يا زلمة اهدى، خلص تعال عود معي احسن. وشو بيصير اذا كبرت المشكلة؟ شو انت محامي الخيرية؟ يا شباب بس انا بعرف ليش عم تعمل هيك. لا 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 لسه ما صيت الماضي لهلا يا كلب. يا اخي خلص بقى، قلنا خلص شباك وانت يا بدري سكوت. خلص روقوا هلا رح احكي. هذا عبد الله عم يدافع. شو رايكم احكي لكم القصة يا رجال؟ ايه احكي لنا هات لنشوف. بتعرفوا ليش عم يدافع عن مرتي خيرية؟ لانه ما قدر يتزوجها من زمان هالكلب. خلاص ولك خلاص واحد حيوان ليش عم تفتري على مردك؟ قليل القصر واحد كلب، انت حقير. انت ويابا والله عيب، انتوا رجال كبار. خلاص يا اخي خلاص بدري، خلاص يا بدري خلاص عود. انت عود خلاص شباك. روي روي هات لك واحد شاي. خلاص. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.